كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق نادي الاهلي معانا على التليفون. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك كابتن ميدو، بمسي عليك طبعا، بمسي على مستر مانويل جوزيه. يعني طبعا يعني عايز اقول ان مستر مانويل ياس فرح. يوسف اتفضل يا كابتن يوسف. الو مستر مانويل، الو. وين ار يو؟ يا اي ام هير، اي ام هير، اي ام ان ايجيبت. يور ان ايجيبت؟ يس يس يس، هي از ان ايجيبت. I'm sorry, I thought you was outside, man. I was for Petrojet. Yes. And I resigned from about 1 month before. And now I'm waiting. Okay, wait for me. We must take a dinner or a lunch, okay? Yeah, really. I don't know you was here, honest. Yeah. اوكي ام جونا كول يو. ميدو، انا عايز اقول طبعا اتفضل يا كابتن. مستر مانويل، انا سعيد جدا ان هو على قناه النادي الاهلي، سعيد انه معاك، سعيد ان هو موجود في مصر بيعمل رساله عظيمه. فالما يزال توازن. يعني عظيمه جدا انه زي ما مسك اكبر نادي في افريقيا وكسب معاه القاب وبطولات كبيره، وتعلمنا منه احنا كاجهزه مساعده، كان ليا الحظ اشتغل معاه كمساعد لي وتعلمت منه الكثير. هو دلوقتي بيعمل دور كبير جدا كمان، هو انه بيعلم النشء اللي هو الصغير ازاي يلعبوا كره حقيقيه، وازاي يلعبوا كوره بفكر مختلف تماما عن الفكر المصري او العربي بمعنى اصح. فانا طبعا بتمنى له التوفيق، هو يعني مستر مانويل كل اللي اشتغلوا معاه، انا بقول انا واحد منهم، بنكن ليه كل احترام وكل حب، لانه فعلا هو قبل ما يكون مدرب عظيم هو انسان عظيم جدا، وليه مواقف مشرفة وليه مواقف متحضرة جدا مع كل اللي اشتغلوا معاه، سواء لاعبين، سواء عمال غرف ملابس، سواء إداريين، سواء حتى مساعدين في أجهزة فنية. يعني فبقول له أنت منور مصر، ونتمنى له التوفيق في كل مرحلة أو في كل دور هو بيأديه. Thank you. I'm gonna call you, huh? اوكي. شكرا جدا يا كابتن محمد. المداخله دي ان شاء الله الجاي افضل ليك ان شاء الله، باذن الله تلاقي النادي الكويس باذن الله.